لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة نقف وإياكم عند مضامين الرسالة الملكية السامية لنصرة القضية الفلسطينية. 26 من نوفمبر من كل سنة هو يوم عالمي يتضامن فيه سكان العالم مع الشعب الفلسطيني، فهو كل فترة من هذه السنة 26 من نوفمبر يتم الوقوف عند واقع القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن معها. وكالعادة، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه باعتباره رئيس لجنة القدس دائما يبعث برسائل إلى الجهات المعنية للتذكير بوجوب التضامن مع الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداء على العزل من أبنائه. وبالأمس وجه صاحب الجلالة رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير القابلة للتصرف بالأمم المتحدة. هذه الرسالة لقيت استحسانا كبيرا وإشادة مهمة في مضامينها، سواء داخل المغرب أو في الوطن العربي أو أبناء القضية الفلسطينية أو كل المحللين السياسيين. هذه الرسالة جاءت تدعم موقف المغرب وتؤكده بالنسبة للقضية الفلسطينية أنها ليست طرفا أو خيارا، بل أكد صاحب الجلالة أن اهتمام المغاربة بالقضية الفلسطينية هو التزام تاريخي وأخلاقي، وهو يعكس عمق التضامن المغربي مع شعب يناضل منذ عقود من أجل حريته وكرامته. هذه الرسالة الملكية التي لقيت إشادة ومباركة من لدن الكثير من القياديين الفلسطينيين اعتبروها بأنها صوت من أصوات العقلانية، وأنها تستخدم لغة السلم والسلام خدمة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عبر من خلال هذه الرسالة أن هذه المناسبة هي لتجديد التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبين أن الحل القريب هو حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة. وجدد صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من خلال هذه الرسالة الملكية الموجهة إلى الأمم المتحدة، جدد تضامن المملكة المغربية الكامل ودعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من 1967، وأن تكون عاصمتها هي القدس الشرقية. ووقف صاحب الجلالة يعبر بألم
عن الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خصوصا ما يقع بغزة وإصابة الأبرياء وإصابة الأطفال والنساء والعزل. هذه المأساة تطرح الكثير من التحديات وتسائل الضمير العالمي، أين هي حقوق الإنسان وأين هو السلام الدولي، وتتطلب تدخلا حاسما من أجل الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار. فضروري تكوين قوة عالمية تسعى إلى وقف النار أولا، ثم بعد ذلك نمر إلى مرحلة العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية وتقديم المساعدة لأهل غزة. صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من خلال هذه الرسالة وقف على التطورات الميدانية الخطيرة والغير المسبوقة بقطاع غزة منذ الحدث الأليم في 7 أكتوبر 2023. ومن ثم فصاحب الجلالة يؤكد بأن المملكة المغربية تعبر عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية بسبب الاجتياح الإسرائيلي للقطاع. راح ضحيته لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، بل وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغذاء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، بل إن الكيان الإسرائيلي دفعهم نحو النزوح والهجرة بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنية التحتية لهذه المنطقة. فصاحب الجلالة من خلال هذه الرسالة يؤكد أنه في ظل هذه الظرفية الصعبة والغير المقبولة إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، يؤكد بأن المملكة المغربية تؤكد على ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وأن يضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الأمنيين بغزة وبالضفة الغربية وبمدينة القدس، وأن يتم تكوين قوة عالمية تسعى لضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم. ثم دعا صاحب الجلالة إلى العناية بهذه المسألة، خصوصا لأن القدس الشريف تبقى دوما وأبدا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، والتي وقع فيها مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-006 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. أول مكالمة معنا من إقليم بن حمد، معنا السي محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذي الحاج طيب كريبان، حياك الله بتحية الإسلام، سلام عليك والخويا الأخ لاستقبال مكالمات الأخ سامي وإلى كل أسرة إذاعة ميد راديو، إذاعة القريبة دائما من كل مستمعين ومستمعات وطاقم برنامج كلام طيب دائما اسم على مسمى. ومشكور سيد الحاج على النصائح الجميلة اللي كتعطينا، وكذلك كنستفدوا منك. أنا بالنسبة لي راك مدرسة أستاذ، حفظك الله ورعاك. استغفر الله. ومعك محمد مراد ومنطقة بن حمد إقليم سطات. حياك الله سيدي محمد، أهلا وسهلا بك مولاي. يا مرحبا سيد الحاج، أش خبارك؟ لبس عليك العائلة مزيان؟ نحمد الله تعالى ونشكره الحمد لله. سيد الحاج، اللي خصك تعرف أننا من اللي كنتبعوك وكنستمعوا للبرنامج كنحسب واحد الراحة كبيرة بزاف. بارك الله فيك. فيما بعد الفقرات اللي كتكون فيها بحال موقع الدعاء، يعني من اللي كتختم برنامج بالدعاء
ملي كتكون واحد الرقية الشرعية يعني شاملة ما شاء الله اللي فيها تبارك الله فيها فوائد كثيرة كثيرة جدا، والأحسن النصائح اللي كتعطي للناس ما شاء الله. بارك الله يجعل ربي يحفظك إن شاء الله، والله يجعلها في ميزان الحسنات. بارك الله يعني ما شاء الله العمل الطيب شي حاجة كبيرة ما عندهاش حدود. جزاك الله خير. ما شاء الله كتجري غير في الخير، والله سبحانه وتعالى ما عمره يخيبك، فالله يجعل ربي يحفظك والله يرحم من قراك. بارك الله فيك. شكرا لك. الملة أنا سيدي الحاج أنا كنت نتبعك دائما وكنستفد من البرنامج حقيقة، ولي شرف كبير نكون مستمع لإذاعة ميد راديو، لأنه إذاعة واحد منتوج إعلامي من قلة كتعطينا دائما سواء من خلال برنامج كلام طيب أو من خلال كل البرامج اللي كتبت مباشرة عبر هذه المحطة، ففوائد كبيرة لا تعد ولا تحصى. جزاك الله. على كل حال سيد الحاج أنا اليوم جيت نسولك. نعم. ومن طبيعة الحال جيت ناخذ معلومة. نعم. تنعرفوا الوالدين عندهم دور كبير في الحياة، الوالدين ديالنا وماشي حاجة كبيرة، ومن هذا المنبر اللي عنده والدين مازال بالحياة يتهلا فيهم، يعني الوالدين شي حاجة كبيرة بزاف، حنا واخا نديروا اللي درنا ما يمكنش نرجعوا الأم اللي ولدتنا ولو شوية من داك الشيء اللي سميتو. كنعرفوا الأم أنه كتضحي من أجل وليداتها، ربما كتحمل مسكينة 9 شهور ومن بعد يعني تبارك الله ما شاء الله باش توصل واحد الشاب، يعني كتوصلوا وكتبدل واحد مجهود كبير من أجله باش توصلوا، حتى الوالدين ديالنا كيبغونا حنا كشباب كيبغونا نكونوا أحسن منهم، هذه القضية معروفة. فأنا التمس من خلال البرنامج كل إنسان عنده والديه مازال بالحياة يتهلا فيهم، كنقول له راه كنز عطاك الله سبحانه وتعالى. كنشوف أنا واحد الظاهرة ما كتعجبنيش الحال ديال بعض الناس اللي كيحطوا والديهم في دار العجزة وما شابه ذلك. كاين عاوتاني بعض الناس اللي كيخلي والديهم كيتزوج كيجيب واحد المرأة كتقول لي ما بغيتش الأم ديالك، هذا الشيء كاين ولكن هي قلة قليلة، أنا ما كنعممش. كاينين بنات الناس وكاينين الشرفاء اللي كتقول له أنا ما عندي شيء مشكل في الأم ديالك وكذا، الأم ديالك راهي الأم ديالي وما إلا ذلك، ولكن كاين بعد النساء اللي كيقولوا لا حنا ما بغيناش الام ديالك ديال دار العجزه، ولكن اللي كيخلي الام ديالو مسكينه بوحدها وسميتو. المهم انا اللي بغيت نطلب منك هو تفسير ديال واحد الايه. نعم. هي ماشي ايه، لا ماشي ايه، هو حديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. نعم. ف حنا والدينا محتاجيننا، أنا مات مثلا الأب ولا الأم كيخلي الوليدة ديالو كيدعيو له. نعم. اللي كيجيب لوالديه يعني تبارك الله الخير كيدير واحد المجهود كبير، ولا كيدير غير شي حاجة مع الناس ولا واحد لوجيت زوين كيعجب هذوك الناس، ولا كيجري في الخير كيسمع كلمات الله يرحم الوالدين. نعم. ياك أستاذ. أي نعم. ولكن السيد الحاج كاين بعض الناس اللي كيديروا شي حوايج خايبين وكيجيبوا للأسف من على الوالدين ديالهم، واش هذه القضية يعني أنا بغيت نسولك على هذه القضية بالضبط. نعم. واش إلا كنت أنا ماشي ما عندي حتى شي ذنب، مثلا قريت واحد الولد وصلته وهذاك الولد كان عاق يعني بالنسبه لي انا ما كيتعاملش زوين. نعم. ومشى دار مع الناس شي حاجه خايبه وهذوك الناس دعوا لي مثلا عايروا ليه الوالدين ديالو ما الا ذلك. نعم. فيعني هنا بغيت نعرف انه واش كاين الذنب ديال دوك الوالدين اللي ولدوا هاد الولد هذا، وكثر الناس اللي كيكونوا عندهم والديهم ولكن كيرجعوا عليهم الهضره، كتلقى. نعم. واحد الانسان كيبدل واحد كيدير شي حوايج خايبين مثلا والام ديالو مسكينه ولا باه تيمرضهم بهذيك التصرفات ديالو، كثر ملي كيكونوا الوالدين ديالو ديابيتي ولا كتكون الام ديالو مريضه مسكينه بالسكر ولا ما كيكون فيها حتى شي مرض ويقدر هو في التصرفات ديالو يركب لها هذه الامراض هذه. نعم. يعني كاين هذه الامور هذه كتكون الله يهدي ما خلق. المهم انا بغيت نسولك على هذه المساله هذه. نعم. بغيت نعرف منك جواب. والسؤال الثاني كيتعلق كذلك بالاشخاص اللي كيسيئوا الخبر بين الناس، يعني كيسيئوا الفتن ماشي الاخبار. نعم. كاين مثلا اللي كيكون عنده مشكل مع شي واحد من اجل باش يصفي مع الحسابات، واخا يكون هذاك الانسان مزيان مثلا انا مراد، كاين الناس اللي كيهضروا يقولوا مراد راه ما مزيانش فقط لا شيء، فقط لانني عندي مشكل مع ذاك السيد. يعني بغيت نعرف هنا هاد الناس هادو اللي كيمشيو وكيقولوا راه فلان ما مزيانش وكي يعني كيزرعوا هاد الفتن، واخا حنا كنعرفوا في القران كيقول لك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فملي يجيني واحد مثلا يقول لي فلان ما مزيانش قاطعوا، واش خاصني نقاطع انطلاقا من ديك الهضره اللي قال لي داك السيد عليه، ولا خاصني ناخذ تجربه يعني نجرب نتواصل مع هذا الانسان ونجرب هذا الانسان كيفاش داير ونتقرب منه بدل ما نسمع هضره من عند ناس اخرين؟ انا هادشي اللي بغيت نعرف السيد الحاج. نعم. وكنتمنى رسالتي لكاع الناس رجاء ان يتهلاو في والديهم، لانه الجنه تحت اقدام الامهات، وبالوالدين احسنا ولا تقل لهم اوفا ولا تنهرهما. راه كيبقى فيا الحال السيد الحاج ملي كنلقى بعض الوليدات ما كيتعاملوش مع والديهم مزيان، يعني هادشي كيضرني في خاطري، وحتى ملي كيكونوا والديهم متوفين ما كيخليهمش مساكين، ما كيخليوش ديك الرحمه تنزل عليهم، كيبقاو يديروا شي حوايج خايبين بزاف، وهذا الشيء ماشي بصالح هاد الناس مساكن. الله يجعل ربي يصوب
هادشي اللي بغيت نعرف سيدي الحاج من خلال البرنامج. وحفظك الله ورعاك، وتحيه لخويا سامي وجميع الاسره الاذاعيه ديال اذاعه ميد راديو، والى لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك سيدي احمد، شكرا لك مولاي. كنشكرك انك وجهتي هذه الرساله للعنايه بالوالدين امواتا واحياء، لان الوالدين اعطاهم الله سبحانه وتعالى واحد المقام رفيع، حكم قضائي من السماء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا نهتم بهم قيد حياتهم، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، هذا في حياتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا بعد موتهما. فالعناية بالوالدين كتكون في الحياة وبعد الممات. السؤال اللي ذكرتي سيدي محمد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معناه أن الإنسان إذا مات لا ينقطع العمل كلية. ربنا سبحانه وتعالى يترك لنا ثلاث نوافذ في اتصال مع الدنيا. الإنسان لما يموت إذا كان في إدبار عن الدنيا وإقبال عن الآخرة، الله تعالى يغلق عنا كل الأبواب، ولكن يترك ثلاث نوافذ مفتوحة. كيبقى الإنسان الميت هو في الدار ديال البقاء، ومرة مرة يصله ما يقع في دار الفناء، منها الصدقة الجارية إذا خلى صدقة جارية، أو الولد الصالح الذي يدعو له، أو العلم الذي ينتفع به. وقد يكون ولد واحد في هذه الصفات كلها، يكون ولد صالح في الدعاء وفي الذكر، وهذا الولد يكون عالم من العلماء إما في الدين وإما في أي معنى من معاني العلوم، في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات، المهم علم ينتفع به الناس إما في الطب أو الهندسة أو أي شيء. ويكون كذلك كدير الخير، صدقة جارية، أنه أكثر من البئر وأكثر من الشجرة، يقدر يكون هو اللي تسبب في ولادة هذا الولد وتربيته وتعليمه وتهذيبه، فكان هذا الولد على مستوى كبير من العلم، ينفع الناس بعلمه بما تعلم، وكان على مستوى خلق أنه فيه التضامن والتكافل والأيادي البيضاء، وأنه يدعو ربه بالرحمة والمغفرة، فاجتمعت فيه كل هذه الثلاث. السؤال اللي طرح سيدي محمد هو: إذا كان الخير راه غادي يوصل الميت، ولكن إذا كان الشر، إذا كان هذا الولد الله يسترنا ويستركم كان عاقا لوالديه، وبعد موتهما كان يجلب لهم الشتم والسب، هل تصلهم هذه الأشياء؟ الخير باتفاق يصل إلى الوالدين في قبورهما، لكن الشر الجمهور من العلماء يقول لا يصل. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى مستوى الخير هو يعم، لذا الخير يعم عليه ولا غيره، هذا قانون الله جل وعلا، الخير يعم على الجميع ويتجاوز النفس ويصل إلى الآخرين، لكن الشر يبقى محصور في صاحبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. فمثلا لا قدر الله مات واحد إنسان صالح وخلاه واحد الولد كان يأتي بالجرائم أو يسب يجلب له السب والشتم واللعن، فهو غير مسؤول عنه، هو رباه وقام بواجبه والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. خصوصا إذا كان ذاك الطفل باقي صغير راه مرفوع عنه القلم لا يحاسب، وإذا كان كبير هو يتحمل مسؤوليته، والأب والأم كيكون أبرياء، لأن القاعدة العامة أن كل واحد كيتحمل المسؤولية ديالو في الآثام والسيئات. كل نفس بما كسبت رهينة. وفي آية ثانية قال: وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. أما عن السؤال الثاني، المسألة ديال أن الإنسان جاءك بخبر، طبعا الأخبار ليست كلها مقبولة، كيقولوا الكلام خبر وإنشاء. علماء اللغة كيقول لك الكلام خبر وإنشاء، أما الخبر فما يحتمل الصدق أو الكذب، أما الإنشاء فلا، الإنشاء هو كلام كيكون فيه وصف أو فيه تعبير إنشائي، أما الخبر كيكون يحتمل إما الصدق وإما الكذب. والإنسان إذا أتاك بخبر صادق فبها ونعمت،
لكن إذا أتاك بخبر كاذب أو يحتمل الكذب فعليك أن تتوقف، لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن تناقل الأخبار الكاذبة، خصوصا إذا كانت وشايات أو إذا كانت تشويه لسمعة إنسان معين. الله تعالى نهانا عن ذلك ورتب على هذا الأمر عقوبة شديدة والعياذ بالله. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله تعالى سمى ذاك اللي كينقل الأخبار الكاذبة أو المغلوطة سمى فاسق. فالفسق هو مع الفجور، قد يكون في شرب الخمر، قد يكون في الوقوع في الزنا، قد يكون في لعب الميسر والقمار، قد يكون في أكل الربا، هذا كله فجور وفسوق. واعتبر الله تعالى من بين الفاسقين الفاجرين من يأتي بالأخبار الكاذبة ويلفقها لفلان وفلان. اللسان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ وهو شاب في مقتبل العمر كان من أصحاب الإيمان، قال لي أوصني يا رسول الله، قال لي يا معاذ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. قال لي يا رسول الله أو نأخذ بما نقول بألسنتنا؟ فقال النبي الكريم تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في وجوههم على النار إلا بسبب حصائد ألسنتهم؟ من أهم الأسباب للإنسان كيدخل بها النار، أهم الأسباب ما هي؟ هو اللسان. اللسان قد يدخل صاحبه إلى النار، وهذا اللسان إذا استعمله الإنسان في الذكر واستعمله في الكلمة الطيبة فإنه يرتقي به في مقامات الجنان، لأن اللسان فيه الكلام. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة الطيبة اللي كتدخل الفرحة والسرور وفيها التفاؤل وفيها الأمل وفيها اليقين. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة كيكون الإنسان كيقصد بها التفرقة بين الجماعة، الناس مجمعين فرحانين كتلقي واحد الكلمة بحال القنبلة كتخلي الناس كلهم يقومون، أو كتدير بيناتهم الأحقاد والعداوات، إما أزواج وإما أولاد وإما إخوة وإما جيران. هذه كلمة خبيثة والعياذ بالله. فالله تعالى قال لنا أي خبر جاكم حاولوا تتحققون منه، إياكم أن تديعوه، لا تديعوه بحال الإداعات، لا تديعوه، وإنما تحاول أنك تقلبه وتعرف إذا كان هذا الخبر وتشوف المآل ديالو. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم، في رواية قراءة قرآنية فتثبتوا، لأن القرآن الكريم لم يكن فيه أول الأمر لا نقط ولا حروف، ما كاينش الفرق بين الباء والتاء والفاء والقاف. فقرأ المقرئون، قرأ بعضهم فتبينوا وقرأ الآخرون فتثبتوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا اللي كيجيب الخبر ما نسمع ليه، هو أصلا خصو ينتبه، تنبيه الغافلين. مرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يخطب والصحابة حوله، فدخل رجل فإذا بالنبي الكريم ينظر إليه باشمئزاز، قال لي قطع الخطبة، قال لي يا فلان هل أكلت لحما نيئا؟ هل أكلت لحم خضر؟ قال لي لا يا رسول الله ما أكلت لحما نيئا. قال لي إني أرى الدم يتقاطر من بين أسنانك. قال لي لا لم أكل شيئا. الصحابة ينظرون إليه كيلقوا الرجل ما فيه والو، فم نقي، لكن النبي الكريم كيلقى بأنه مليء بالدم كأنه أكل لحما نيئا، لحم خضر. عاد نبهه الله وقال لي لقد هل تكلمت في أحد من الناس؟ فالرجل اعترف أي نعم يا رسول الله، وأنا قادم إلى المسجد كنت مع فلان وجبدنا السيرة ديال فلان وفلانة وقلنا فيهم كلاما سيئا. فنزل قول الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لا يغتب بعضكم بعضا، إلى أن قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه بسبب الكلام الفاسق. وربي عز وجل توعد لكي نقول هذه الأخبار ويشيعها بين الناس بعذاب أليم من أشد العذاب. لماذا؟ لأنه يفرق الجماعات ويسيء إلى الناس ويدخل بينهم العداوة والبغضاء والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا
بأن تكون الألسنة ديالنا طاهرة مطهرة، فيها كلام الله وفيها ذكر الله وفيها الاستغفار وفيها التسبيح وفيها التكبير وغير ذلك، نمسك لساننا، نمسك به أو نعض عليه بأسناننا حتى لا نطلقه في الكلام الذي يؤذي ويجر بنا إلى المتاعب ثم يلقينا في النار والعياذ بالله. أسأل الله الهداية لنا ولكم أجمعين. وشكرا لك يا أخي محمد من إقليم بن أحمد.